معنا من مدينة الإسكندرية عبر الهاتف المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحك. سيد عبد الله، مرحبا بك معنا، كيف تتابعون الوضع في درنا؟ نعم، مساء الخير لك ولكل السادة المشاهدين الكرام. طبعا يتابع مجلس النواب على مدار الساعات الماضية والساعات القادمة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي حلت بنا بهذا الإحصار الذي عصف بعدد من المدن والمناطق. هذه المناطق تحولت إلى مناطق منكوبة مثل مدينة درنا والبيضة. ويتابع مجلس النواب في الإجراءات المتخذة سواء من الحكومة الليبية والقوات المسلحة والأجهزة الأمن وكذلك كل الأجهزة والجهات المعنية التي تحاول بذل قصارى جهدها من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الناجين، في خاصة في مدينة درنا التي يفوق عدد الضحايا فيها أكثر من 2000 من انقضوا نحبهم في هذا الإحصار، بالإضافة إلى أكثر من 5000 مفقود. متوقع جدا بأن هذه الأعداد سوف تزيد بشكل كبير، لأن هنالك الكثير من المناطق التي تقطعت الطرق المؤدية إليها نتيجة السيول العارمة، فليس بإمكان جميع فرق الإنقاذ الوصول إلى هذه المناطق. حتى هذه اللحظة هنالك مناطق لم نستطع الوصول إليها. فيتابع مجلس النواب هذه الإجراءات مع الحكومة ومع الأجهزة المعنية، بالإضافة إلى الأشقاء والأصدقاء من الدول الصديقة والمنظمات الدولية التي بدأت في تجهيز المساعدات إلى ليبيا من خلال تقديم فرق إنقاذ متخصصة. نعلم بأن ليبيا لم تمر وغير متعودة على مثل هذه الكوارث والتعامل مع هذه الكوارث، فلا يوجد هنالك فرق فنية متخصصة. أيضا لا توجد معدات فنية بإمكانها المساعدة في الوصول إلى الناجين في هذه المناطق. فيتابع أيضا مجلس النواب مع الدول الصديقة في مسألة تقديم الدعم. هذه نقطة واضحة، هناك يعني بعض التضامن الذي أبداه بعض الدول العربية أبدته وبعض الحكومات حتى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هناك بعض الانتقادات الشعبية لإدارة هذه الكارثة. كيف تبدو إدارة الأزمة في ظل هذا الانقسام السياسي سيد عبد الله؟ نعم، طبعا الأزمة كان هنالك استعدادات من قبل الحكومة قبل قبيل وقوع هذا الإحصار، لكن التوقعات كانت يعني أقل بكثير من ما حصل لما يتم توقع هذه الشدة للإحصار، بالإضافة إلى مسألة الإمكانيات. يعني حتى هذه اللحظة هنالك عجز كبير في وجود إمكانيات فنية متخصصة، عدم وجود خبرة في التعامل مع مثل هذه الأحداث. قوة الإحصار والكميات القياسية التي لم تمر على ليبيا من قبل من خلال كميات كبيرة من الأمطار، كل هذه العوامل أدت إلى وقوع هذه الكارثة بهذا الحجم، بالإضافة إلى عدم وجود خبرة في التعامل مع هذه مثل هذه الأزمات في أوقات سابقة. تحدثت عن المساعدة الدولية أستاذ عبد الله، ما طبيعة المساعدات التي تحتاجها ليبيا حاليا؟ المساعدات بداية من الفرق الفنية، فرق الإنقاذ المتخصصة التي تملك الخبرة وتملك أيضا الإمكانيات الفنية نتيجة تراكم الخبرات، بالإضافة إلى معدات فنية متخصصة. قلت بأن هنالك مناطق لم نستطع الوصول إليها، بالتالي محتاجين إلى فرق متخصصة عبر الطائرات المروحيات وغيرها من المروحيات المجهزة لمثل هذه العمليات. أيضا هنالك عدد كبير من المتضررين بالآلاف، يعني على سبيل المثال هنالك يعني عدد كبير من الأحياء التي غرقت ونجا منها آلاف من المواطنين، محتاجين إلى دعم صحي و أيضا معالجة المصابين، بالإضافة إلى إيجاد مأوى لهم. أيضا يعني حجم الكارثة كبير، عندما جرفت السيول تحديدا في مدينة درنا بعد انهيار سدين في المدينة، جرفت
السيول أحياء بأكملها، هنالك أحياء في مدينة درنة كانت موجودة على أرض الواقع اليوم وفي هذه اللحظة غير موجودة، فبالتالي أن الحدث جلل والحدث كبير جدا، متوقع عدد ضحايا بالآلاف، ونسأل الله أن يتقبل من فقدناهم في هذه الكارثة وأن يعيننا على الوصول لأي ناجين خلال الساعات القادمة في عمليات الإنقاذ التي نعول على المنظمات الدولية والدول الشقيقة التي تواصلت معنا، وسوف تصل إمداداتها خلال ساعات الصباح الأولى اليوم الغد إن شاء الله. أستاذ عبد الله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي كنت معنا من الإسكندرية، شكرا لك.